إذن نجد تحية لكل متتابعي الأحد الرياضي. قبل ما نشوف الفقرة المصورة الأولى باش نخلي كلمة للضيوف، كلمة عن هذا التتويج. نبدأ معك سي رياض، يعني ألف مبروك مرة أخرى تتويجكم باللقب 25 بعد الاستقلال بطبيعة الحال. أكيد اللقب هذا بتاع اليوم عنده طعم خاص. الترجي الرياضي التونسي يعود للتتويج، تحسب نحن 26 26 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. مبروك لكل مكونات الفريق، العائلة الموسعة للترجي الرياضي التونسي، لأحبائنا من شمال البلاد لجنوبها، ألف مبروك بهذا اللقب. 26 لقب معناها في مسيرة الترجي الرياضي التونسي. فما مقاييس أخرى لاستحقاق الترجي بهذا اللقب، بما أنه الترجي اللي اليوم معناها كذلك عنده أحسن خط دفاع، أحسن خط هجوم. هذا ما ينجم يأكد إلا معناها الاستحقاق اللي كان فيه الترجي الرياضي التونسي للفوز بهذا اللقب. 26 بطولة رقم غير هين وغير سهل حتى على الفرق العالمية، ولذا ألف مبروك لجماهير الترجي الرياضي التونسي وللترجي الرياضي التونسي. سي اسكندر، هنيئا لكل محبي الترجي، لكل إدارة الترجي، لاعبين، مسؤولين، محبين معناها خارج الوطن. حبيت نذكر أنه البطولة هذه صعيبة لأنه جات في ظرف معناها صعيب بعد خروجنا من نصف نهائي الشامبيونز ليج، وكان فيه عدة تغييرات. دونك الفريق عرف كيفاش يخرج من عنق الزجاجة، لأنه طموح الترجي الشامبيونز ليج عرفنا كيفاش نجاريو معناها المباريات نتاعنا، والحمد لله معناها توفقنا معناها قبل جولتين باش نفوزوا بالبطولة هذه، وإن شاء الله معناها في الشامبيونز ليج يكون الفريق جاهز 100% إن شاء الله. إن شاء الله. إيهاب، اللقب هذا نكهة اللقب بالنسبة لكم أنتم كلاعبين؟ إن شاء الله مبروك على الدولة الترجية الكل، فرحانين به التتويج هذا. تعبنا عليه برشا برشا باش وصلنا له، الحمد لله. معناتها اليوم تتويج رقم 26 في خزينة الترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نفرحوا بكم ويلفوا، ان شاء الله نحضروا به الشامبيونز ليج ان شاء الله. ان شاء الله مازلنا باش نحكيوا باكثر تفاصيل عن هذا التتويج. خلينا نرجعوا مسيرة الترجي الرياضي التونسي في هذا الموسم، مسيرة ايجابية بالارقام. اهم المحطات اللي عاشها الترجي في الموسم هذا في قراءة زميلنا عماد زهمول وعمر ملك. حرب النجوم تتواصل في باب سويقة، 26 بطولة منذ تأسيس النادي و25 منذ الاستقلال، نجمة على كل 10 بطولات، وكلمة السر الاحتفال بمئوية النادي في سنة 2019 بثلاثة نجوم على صدر نجوم الترجي. نسعى وكل عام باش نكونوا أبطال، باش نكونوا عندنا نتائج طيبة، ولكن معناها ما نحطوش. إذا كان جات في 2019 جات، ما جاتش مش مشكل حتى تجي بعد شويه، ما عندناش خلق منها ليسونسيال ان شاء الله رايت الترجي دي معانا. لقب بطوله موسم 2013-2014 ياتي في سنه الاحتفال ب 95 عام من تاسيس النادي، وفي موسم استثنائي بكل المقاييس عاشته كافه الانديه. تجاذبات تنخر جسد الكره التونسيه، مشاكل ماديه، رزنامه بالرؤيه، والترجي يحتكم للخبره والتاريخ ويتعامل مع الاحداث بهدوء رهيب وقرارات محترفة. 65 نقطة، فارق 7 نقاط على ملاحقه النادي الصفاقسي. الترجي يعلن اليوم رسميا التتويج بالبطولة جولتين قبل نهاية الموسم. بداية الحكاية كانت مع ماهر الكنزاري، الترجي ينتصر في الجولة الأولى ثم يتعادل ويفقد الطليعة. جوكر الإطار الفني اسكندر القصري يتحمل المسؤولية، 4 انتصارات متتالية منها خماسية كاملة كانت ضد الملعب التونسي، وهزيمة في الدربي تأتي بالفرنسي سيباستيان ديسابر. الترجي يعود للانتصارات، وعاصفة تأتي في الأثناء كادت تهز عرش شيخ الأندية التونسية. 8 ديسمبر 2013 كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي يتأجل بعد تسريبات من الكتاب الأسود اللي ضم اسم الترجي. الجماهير تثور ورجالات باب سويقة تتعامل مع الحدث بكل رزانة.
الصورة تتغير من الأسود والأبيض إلى ألوان حمراء وصفراء تحكي عن مجد وتاريخ الترجي. درس استثنائي في التصرف في الأزمات. المسيرة تتواصل بثبات. الترجي يتوج بطولة مرحلة الذهاب. حدث يتزامن مع إشراف المدرب رود كرول على حظوظ فريق باب سويقة. 14 مباراة دون هزيمة، الترجي يتشبث بالصدارة، 10 انتصارات و4 تعادلات. الهولندي يرفع رمز البطولة للمرة الثانية على التوالي منذ قدومه إلى تونس بعد بطولة الموسم الفارط مع نادي الصفاقسي. نتعامل مع مباريات، كل مباراة واحد اللي باش اللي يحاور بحلاهم سورتو الديربي مع ضد نادي فريقي، مباراة نادي الصفاقسي في صفاقس، كنت منافسين المباشرين وانا عارف باش نتصارع عليهم. وما ضيعناش برشا نقاط في لي ماتش الاكستيريور. هنيئا للترجي بالبطولة، في انتظار التنافس على مشاركة ثانية في البطولة العالمية من بوابة كأس رابطة أبطال أفريقيا. سفير الترجي في مونديال البرازيل الغاني أريسون أفول قد يزيد في إشعاع اسم الفريق في أفخم تظاهرة عالمية. Esperance made it possible for me for the world to know Harrison Afu. So I think I will just take one of my t-shirts and make an autograph or something. Then I'll put it in a glass or something, then present it to the club. إذن ألف مبروك مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي بهذا التتويج. كما قلنا كان هذا التقرير في أهم المحطات اللي عاشهم الترجي الرياضي التونسي خلال هذا الموسم. سريعا شفنا التقرير تقريبا فيه اللي عاشوا الترجي في الموسم هذا. عادة كما شفت يعني أربع مدربين فيهم ثلاثة جنسيات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الموسم هذا. وعادة الفرق اللي تغير المدربين عادة لما تكون عندها أزمة نتائج. الترجي الرياضي في الموسم هذا يعني استقرار على مستوى النتائج والتتويج باللقب ما يعكسش بطبيعة تغيير على مستوى المدربين. صحيح نيوم في الفيتير حبيت نصلح حاجة لأنه المدرب رود كرول جاء في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب ما جاش وقت اللي احنا متوجين جاء احنا في المرتبة الثانية ومن بعد معناها في آخر مباراة هذيك اللي فزنا فيها مباراة المرسى وقتها أصبحنا الأولانين ومن وقتها والحمد لله الترجي معناها ما نهزمش وما نساقش ما نقادش لأي هزيمة منذ شرف وتولي السيد رود كرول. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي تغيير المدربين في الترجي الرياضي التونسي في المدة الأولى ما كانتش عادة مرتبطة بالنتائج والناس تعرف اللي الترجي الرياضي التونسي في السنوات الأولى على في معناها منذ تولي السيد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي وبالمناسبة ما نجموش نفتحوا ونشكر الناس الكل وما نشكروش السيد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي اللي هو اللي قائم بعمل كبير ومخلي الترجي الرياضي التونسي معناها ما اهتزتش في ظل كل الأزمات اللي تعترض لها معناها عدة فرق ما تعرف معناها الوضع الاقتصادي متاع البلاد كي رئيس الترجي الرياضي التونسي قائم بالترجي من جميع معناها الجهات. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي قبل غير ديما المدربين وهو الأولاني قناعات أمور معناها متاع مستقبل تخطيط هذا الكل زاد يلزم في هذوما الكل الناس اللي تعداوا. نشكر الدور الفعل متاع اسكندر القصري اللي هو بحذايا توا لأنه هو كان همزة الوصل في كل مرة والترجي الرياضي التونسي معناها ما تقلقش فكر التغيير اللي صار للي إن شاء الله معناها الفترة هذه تعتبر فترة زاهية وزاهية جدا بما أنه الترجي الرياضي التونسي فاز نقول وإحنا في المدة الأخيرة على المنافسين متاعه المباشرين فاز في خارج أرض ميدانه في مباريات صعبة وفي ميادين مش سهلة ترشح الترجي الرياضي التونسي وهذا الهدف الأول كذلك لدوري المجموعات في رابطة الأبطال
معناها اليوم تتويج اليوم ماهوش فيناليتي في حد ذاته، ماهوش ترجي الرياضي التونسي اليوم معناها هذا هو الانجاز، لا بل بالعكس اليوم والحمد لله نطويو صفحه البطوله اللي تحب ولا تكره الترجي الرياضي التونسي معناها تعود ببطوله تونس على التتويج بها. هذا الكل نشكر زاد كذلك كما كنت نقول اسكندر القصري، وخاصه سامحني مش نذكر نشكر انسان اللي عنده عمل كبير واليوم ما كانش معنا في التتويج، ديما من عاداته يغادر قبل التتويج، الدكتور ياسين بن احمد اللي كوننا مجموعه في مستوى الاكابر، مجموعه متناسقه ومتناغمه، وكما نقولوا في الكره ولينا حتى احنا كمسؤولين وكاطار نلعبوا بالباس افود. اش قال اسكندر؟ صحيح. سي اسكندر كما قال الرياضي اليوم البطوله التونسيه تتويج هذا يعتبر تعتبروش انت بوابه لدوري المجموعتين رابطه الابطال الافريقيه، واليوم الترجي التونسي كي نشوف الترجي كمنظومه فما ثوابت اصبحت اساسيه في الترجي التونسي لما نشوف التشكيله المثاليه للترجي. خلينا نحكي على الاستقراريه على مستوى الاطار المسير، على مستوى اللاعبين، على مستوى الاطار الفني كما قال رياض، ممكن انا مثلت استقراريه ولا كونتينيتي، لكن البريز امبورطون سي ليسبري دون لوكيل معناها ليكيب ايفولو، معناها على المستوى النفسي نتاع الفريق ككل. دونك احنا ما نعيشوش الازمات، دونك كي تصير لنا معناها اشكال فيس نتخطاو فيس نتعداو، لانه ثم اصرار كبير على مستوى اللاعبين، ثم روح انتصاريه، ثم عزيمه، ثم خبره، وثم اون امبيونس كبيره برشا بين اللاعبيه دون ليسبري دو جروب كبير برشا. ثم لقطين مهمين جدا لما شمس الدين ذوادي سجل هدف ضد مرماه، شفتوا معناها لما سجل هدف بعد دقيقتين معناها كل اللاعبين مشاو بعداه. كيف هيثم الجويني لما سجل هدف الثالث في كينيا ضد غورما، هي معاد بن شرفيه عمل 100 متر باش يحملوا. دونك سي تريز امبورتون ليسبري، الفيسير في بيان تاعنا يعيش مليح الفيسير تاعنا. الاعداد الذهني هذا اسكندر شكون تريز امبورتون مهم جدا، وما نجمش نستثني معناها دور رئيس الجمعيه اللي هو مباشر الفريق معناها يوميا، معناها يعرف كل كبيره وكل صغيره، معاه رياض بن نور اللي هو الدينامو معناها اللي معنا. معناها اسكندر المدربين هذوما تداولوا عليك انت شخصيا، يعني كيفاش نجمت تتعامل معاهم يعني تتواصل مع المدربين؟ انا عندي 5 سنوات في الترجي، انا عشت الثلاثيه الكبيره معناها وكاس عالم، عشت مع ماهر الافراح والاحزان، لانه عمناول كنا قادرين مش ناخذ تريبلي معناها عمناول الثلاثيه نتاعنا، لكن ظروف خلت معناها انه السنة كانت معناها فرصه للملاعبيه باش يوريو اللي الترجي ما يبقاش عامين ما غير بطوله. دونك اليوم حتى كل ما عندهم الملاعبيه ثابروا اجتهدوا، راهو صعيب برشا باش تلعب 4 مباريات كاس افريقيا في اسبوعين، معناها تلعب يوم الاحد ثم يوم السبت تمشي تسافر لكينيا وترجع، وثم مباراه لعبناها مع بوماكو في وسط الاسبوع لعبنا ضد شباب القيروان في القيروان. دونك مش سهل باش الملاعبيه يكونوا حاضرين على المستوى البدني والذهني. الحمد لله توجنا بالبطوله هذه كما قلت انت باش تكون لنا حافز كبير على المستوى المعنوي والذهني بالشامبيونز ليج اللي مش تكون سهله بكل سنه باش تكون صعيبه وصعيبه برشا. واضح زياد، نحكي شويه على الترجي التونسي مقارنه ببدايه الموسم، لما نرجعوا بالتاريخ لبدايه الموسم الترجي مش هو الترجي بتاع اول موسم بتاع اخر الموسم، حسب رايك انت شنو اللي خلى الترجي يلقى الثوابت نتاعو اليوم ويوصل مع نهايه الموسم للتتويج، يوصل دوري المجموعات يعني ونجاحات تتواصل؟ اول حاجه وانا نتابع في الفيتير معاكم نتابع في الفيتير، صرحت لاني جيت فرابي بار اون ريسومبلونس، بتاتر الاولاد ما يثبتوش انا نثبت في التسعينات، جيت فرابي بار لا ريسومبلونس ما بين كرول وتوني بيشنيزيك، يعني لا ميم فيزيونومي في الوجه، الشعر الابيض، مرايات غامقه، معناتها فكرني في التسعينات، وتوني بيشنيزيك وقتها جانا في عام 87 بعد ما يلدو وبنى فريق، وكانت بداية لبناء فريق ممتاز وممتاز جدا. إن شاء الله نفس الشيء بالنسبة للمدرب كرول، اللي حسب رأيي أنا قناعاتي الخاصة نكون إنه مدرب عنده كفاءة كبيرة، إن شاء الله يكون عنده يعني بصمة متاعه هي واضحة، ولكن باش تحكم على مدرب بالكدا لازم تعطيه يعني بريباراسيون، خاطر إذا كان ما يعملش بريباراسيون دافون سيزون تكون صعيب باش تحكم عليه حكم قطعي، ولكن الشيء اللي عمله في شطر الموسم هذايا ينبأ بعمل ممتاز ونتائج ممتازة في المستقبل. اليوم الترجي كتب صفحة جديدة في السجل الحافل نتاعو بالتتويجات. مبروك على الترجي الرياضي التونسي، مبروك علينا، قبل انا كانت زلت لسان نقول علينا تقول لي زلت، ولكن اليوم ما سالش نستسمح المشاهدين باش نقول مبروك علينا.
يعني ترجي كان السنة أكثر فريق ريغولي. قلت علينا نص ساعة بعد نرجعوا كنا نرجعوا الماتش الآخر باش نحلوهم. دونك ترجي كان أكثر فريق ريغولي. ترجي الميزة اللي تميز بها هو أنه كل فريق في موسم يتعدى بصعوبات ويتعدى بدي كريز ولا دي بريميس تاع كريز. ترجي يعرف كيفاش يتصرف في الظروف الصعيبة هذه، يعرف كيفاش يخرج منهم وعرف كيفاش يلقى الحلول في صمت. دونك ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر الهيئة المديرة اللي قامت بعمل جبار. سي حمدي المدب مشكور على العمل اللي قام به، رياض بن نور زاد شوفي وفريير متاع الترجي الرياضي التونسي. ثلاثة سنوات هذه اللي تعدت تعرفوا الظروف اللي تعدت بها البلاد، ورئيس الترجي حمدي المدب كان واقف من الناحية المادية وعطى الإكيليبر اللي حاشها به الترجي الرياضي التونسي، وما نجموش ننساو هذا. وهذا معناتها ستاني فور بيرسونيل، هذا بالنسبة للهيئة المديرة. بالنسبة للستاف واللاعبين، صحيح وأنه تعداو أربعة مدربين على الترجي في الموسم هذاك، ولكن الترجي نحن نذكرك اللي الترجي في تاريخها نحات مدربين ونحن في المرتبة الأولى. دونك موجود بتاتر قاعدوا يلوجوا في الإكيليبر حتى لقاو الإكيليبر هذا مع المدرب هذا، وهو نتصوروا معناتها سيتان بون شوا. اللاعبين ما ننسوهمش اللي أنهم هما اللي يلعبوا على الميدان. حاجة هامة برشا اللي أنا لاحظتها، ما عادش كان يشاطروني الوخيان من اللي جا كرول، فما حاجة هامة في الترجي الرياضي التونسي تبدلت، هي معناتها لا بريباراسيون فيزيك تاع اللاعبين. أنا نشاهد في الترجي ونتبع فيها اللاعبين على مستوى الحضور البدني تعداو أمبالي. كنت وفما ديزانديكاتور اللي نجموا نتكلموا عليهم هما بعض اللاعبين. خليل شمام كنت نشاهد فيه قبل الكرول وبعد الكرول، العكيش قبل الكرول وبعد الكرول، دراجي قبل الكرول وبعد الكرول، يظهر لي تعداو أمبالي فيزيك. هذاك خلاهم ياخذوا معناتها يحسنوا في النوعية نتاع المردود نتاعهم. وفي نهاية الأمر زاد ما لازموش ننساو جمهور الترجي اللي هو جمهور عريق وكان ديما واقف مع الفريق نتاعو في معناتها اصعب الاوقات، وهذا ماهيش حاجه جديده. دونك مبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي. وانا مش اليوم خاطر باركت للترجي خاطر فريقي، لا، عملناه وقت اللي النادي الصفاقسي انتصر بالبطوله باركت للنادي الصفاقسي، وهذه هي الرياضه. اليوم الترجي هز البطوله ان شاء الله، حظ اوفر للفرق الجايه، وما عليها كانت اهب الواحه. ونحن كرياضيين، انا كرياضي نحب الفرق الكل تكون في احسن مستوى باش الكوره نتاعنا تتحسن. واضح. إيهاب أنت من الملاعبية، بحكي زيادة يعني على الملاعبية قبل الكرول وبعد الكرول، أنت حسيت روحك قبل الكرول يعني وبعد الكرول شنو تبدل بالنسبة لك، وخاصة على مستوى الرصيد البشري وثراء الرصيد البشري بالنسبة للترجي؟ كل مرة راهو تشكيلة بنك ثري جدا بالنسبة للترجي، هذا كل يزيد منافسة بطبيعة الحال، موتيفاسيون بالنسبة لك أنتم الملاعبية. صحيح، معناها ملي جا مسيو كرول تبدلت شوية الإكيب، معناتها حسينا رواحنا مونتالمون خير. قبل ما تعرف العثرة نتاع الشامبيونز ليغ هي اللي خلاتنا توقفنا شويه، معناها مادام معنا سي اسكندر معناها هو اللي ديما يعطينا الاكيليبر في الاكيب بكلام وبعلاقته مع الجوارات، وهذا معناتها يوري لي ليكيب نتاع الاسبيرونس حاضره وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله. وانت ايهاب ما بين الملاعبين مازال ما جددش عقده تونس وبعد سيريال، يعني بالنسبه لمستقبلك مع الترجي التونسي انت بطبيعه الحال وبعض الملاعبين الاخرين تم بعد سيريال يعطينا بالنسبه لمستقبلهم اللاعبين هذوما، ما زلت يعني موصل مشوار ان شاء الله مع الترجي؟ موصل مشوار مع الترجي. باهي، باش خليك كلمه الختام تستقبل بعد شويه حسين الراقد بعدك انت، لشكون تهدي الانتصار هذايا بطبيعه ايهاب؟ نهدي الانتصار هذا للدوله الترجيه الكل، سي اسكندر وسي رياض والاخين الكل سوزيات. نهدي الانتصار هذا البابا اللي عاوني عليه برشا. نهدي الانتصار ليوسف اللي هز الشامبيونات في قطر، وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله الدوله الترجيه في خير ان شاء الله. يعطيك الصحة إيهاب، مشكور جدا على حضورك معنا، خليك بحذانا ما ننساش نمشيو نشوفوا المباراة الترجي التونسي مع سفيان الوجانيس، موسى نضال بن حميدة عباس تليلي، ومن بعد شوية باش نستقبلوا حسين الراقد كما قلنا. الكشخة بطل تونس للمرة 25 منذ الاستقلال قبل جولتي. المدرب الهولندي كرول للمرة الثانية على التوالي بطل تونس، فمبروك للترجي وجماهيره على هذا اللقب المستحق رغم عدم الاستقرار على المستوى الفني، بما أنه اعتمد على أربع مدربين في 28 جولة.
نرجعوا للقاء تتويج ضد لوياسمو. المدرب كرولي رجع المولهي للتشكيلة. في الجهة المقابلة العقبي يختار البقاء على العيساوي وحمزة المسعدي على بنك الاحتياط، والاعتماد على القمة الصاعدة حسين المسعدي والشاب وجدي سعيداني في الهجوم، والمدرب الوطني جورج ليكينز حاضر في لقاء أولمبي رادس. 45 دقيقة أولى دون مأمول خاصة من الترجي الرياضي اللي تقريبا ما خلق حتى فرصة تستحق الذكر، واكتفى بالتصويب من خارج منطقة 18 منتر عن طريق نيانغ وأفول والضوادي، ويرجع ذلك لحسن تمركز الاتحاد والفورمة الكبيرة للشاب حسين المسعدي اللي أقلق دفاع الترجي بفنياته. اسم ذكروه جيدا سيكون عنده شأن في المستقبل. الاتحاد فرض أسلوبه على زملاء الدراجي وضغط في مناطق الترجي وكان قريب من التهديف خاصة عن طريق السعيداني وحسام سليمان على إثر مخالفة، لكنه ما عرفش يستغل موقعه المناسب. والممتاز المسعدي وبن شريفية يتصدى لتصويبتها الأخيرة على مرتي. التهديف يغيب على أبناء مراد العقبي، لكن الورقة الحمراء تسجل حضورها بعد تدخل كوليبالي مع الدراجي، والحكم وليد الجريدي يقصي لاعب الاتحاد للإنذار الثاني. شوط أول أبرز استنتاج، الاتحاد أحرج الدراجي الحاضر الغاب. الورقة الحمراء غيرت عديد المعطيات في الشوط الثاني. أول هفوة في تمركز دفاع الاتحاد عرف يستغلها أبناء كرول. 52 دقيقة لعب، نتابعوا العملية. كرة من الدربالي للدراجي يوزع، تمهيد من العكاشي للراقد طليق يسجل الهدف الأول في اللقاء والأول لحسين الراقد منذ بداية البطولة. المدرب العقبي يقحم نزار العيساوي مكان المسعدي، ومهاجم الاتحاد قد يكون موجود في قائمة جورج ليكانس للاستحقاقات القادمة لنصور كارتاج. دعوة المنتخب يظهر يسألوك على التايم تاع المريول والتايم تاع السبات باش تكون في القائمة تاع المنتخب. ما فهمناش انا كيف الناس الكل نسمع في الكلام، علاش لا واحد كيما حكيت لك شرف كبير انه يلبس زي المنتخب التونسي، ان شاء الله واحد راو فيه الناس اللي ما ينجم يعطي البلوس، علاش ليه؟ معنا ان شاء الله واحد يعطي البلوس كيما عطي البلوس جمعيته، علاش ليه في المنتخب ان شاء الله. هدف مع تفوق عددي اعطى اجنحه لابناء باب سويقه اللي اصحوا يلعبوا بكل راحه وخلقوا الفرص. الدرجي يصوب والدفاع يدخل، العكاش يقوم بمجهود فردي يراوغ يصوب كورته على القائم. جماهير الترجي تصنع الفرجه في المدارج. أفول كالعادة ممتاز يراوغ صمود بطريقة فنية، يوزع الدفاع يرجع الكرة قدام دراجي يصوب كما جات فوق المرمى. الفرصة الوحيدة للاتحاد في الشوط الثاني جي مع 78 دقيقة وكاد جديد يجي معها مخالفة من بن عمر. حسام سليمان على غرار الشوط الأول يضيع فرصة التعديل. دقيقتين قبل النهاية إيهاب المساكني معوض الراقد المصاب كاد يسجل الهدف الثاني بعد ما صوب كورته على القائم الأيسر للحارس بعبورة. الترجي ينتصر ويحتفل بالبطولة. في المقابل الاتحاد مطالب بعدم التفريط في النقاط في باقي الجولات للإطمئنان نهائيا على مسألة البقاء. ما كنتش فرحين بالريزلتا في رادس، مي فرحين بالريزلتا اللي صاروا في الملاعب. ساعدنا برشا، ما الماتش بتاع الاسبيرونس قلقتنا الحمرة شوية، ولا كنا نخرجوا نيل ولا نقدموا الماتش. اما مبروك للترجي وحظه في الاتحاد وكا. الاتحاد المنسيري قبل زوز جولات مازال يظهر في وضعية صعيبة من اجل البقاء. والله الوضع بتاعنا ما هي سيئة لكن صعيبة شوية، احنا يكفينا تعادل وبحول الله عنا مقابلة المرسى عازمين ومتحضرين للمرسى. اش خلينا اليوم يعني ما قدمناش الفريق كامل، يعني رتحنا عدة لاعبين فهمني قاعدين نحضروا مقابلة اليوم وهي تحضير مقابلة المرسى. اذا كما قلنا كانت هذه مباراة الترجي الرياضي التونسي اتحاد المنستيري. ما زالت اجواء ما بعد المباراة وتصريحات ما بعد المباراة واحتفال باللقب. بعد شوي ايضا كما قلنا استقبلوا حسين الراقد وخالد المولهي قريب يلتحقوا بنا في البلاتو. نرجع معك في انتظار يلتحق بنا حسين اياب. نخلي لك بالطبيعة قلت لي عندي شكون باش نحب نهدي الانتصار هذايا والتتويج هذايا. نهدي الانتصار هذايا بصفة معنا السي حمدي المدب اللي عاوننا برشا وقف معنا برشا، ونوجه له تحية ونهدي له شامبيونان ان شاء الله.
ان شاء الله وان شاء الله الروك انت زاد بطبيعه الحال متميز في البطوله التونسيه ومع فريقك الترجي الرياضي التونسي. نادر كلمه في خصوص التتويج هذايا ولا قبل انضاف للترجي الرياضي التونسي كما حكيوا بطبيعه الحال اسره الترجي وحكي زياد اكيد لقب ما جاش من فراغ. شوف اول ملاحظه بالنسبه للترجي انه ثم عاده نوادي في تونس النجاح يجزا والفشل لا يجزا، الفشل كان المدرب. في الترجي لا، في الترجي لما يصير فشل ما ننكروش الموسم الفات لما الترجي ما فاز بحتى لقب وهذه عاده ما تعودش عليها الترجي، تحس انه الفشل هذا اذا كان نسميوه فشل او عدم نجاح عدم توفيق تحملوه كل الاطراف. خرج رياض بنور قال الناس كل مسؤولين، الملاعبيه قالوا احنا مسؤولين، الاطار الفني صحيح تحمل مسؤوليته، مع الكنزار يخدم غادر الفريق وهذه سنه التدريب هذيك هي. هذه اول نقطه قوه بالنسبه للترجي، لما يمر بازمه ما تحس حد شيء. أو كل موسم هذا الترجي تو في الشامبيونز ليج كالعادة فايز ببطولة، بعد من الموسم الفات خرج في وضعية نجم نقولوا صعيبة على كل المستويات. رئيس نادي رزيل يعرف شنو اللي ما تسمعوش ما تشوفوش، رجل خفاء، وهذا المطلوب من رئيس نادي في فريق كبير في أوروبا ما تشوفهمش رؤساء النادي وما تسمعش بهم. علاش؟ لأنه لما يلقى عنده مسير في قيمة رياض بنور، مش خاطر لانه بحذايا رياض في عده بلاتوات انتقدته كما انتقدت عده مسؤولين وعده مدربين زملائي، ثم كلمه حق زي ما تتقال في الناس اللي خدمت يمكن بلديات الجمهوريه التونسيه. الكل رياض بنون وقع فيها عقود للملاعبيه، تعشى عليه في الفجر في الصباح في الليل، ما تعرفش الترجي شكون اللاعب اللي انتدبه وقتاش انتدبه وقتاش تخلى معاه اون كونتاكت. هذا الكل يعني اشياء خفيه يقوم بها رياض بنون. حاجه اخرى التصريحات في الترجي ما تسمعش برشا ناس تصرح، ما تسمعش مسؤولين تخرج وتتكلم في الاذاعات او في التلفز، تصريحات موكوله لشخص وحيد اللي هو في اطار استقرار المستوى الاداري. يعني هذا الكل مهم انيس، لانه هذا نفتقدوه في عده نوادي تونسيه، والمشاكل تصير تبدا من هنا. يعني حسن الاختيار نتاع الهيئه المديره، صحيح ثم تغيير اربع مدربين، لكن المدربين ديسابر وقت اسكندر القصري نعتبروه ابن الفريق، المدرب اللي موجود ما نعتبروش انا تغيير لانه كان موجود. ديسابر وقتها مدير فني، يعني تغييرات في صلب الفريق كما قال زياد لحين العثور على المدرب والبروفيل، لانه الترجي كما قال زياد غير مدربين هو في المرتبه الاولى. الترجي جمهوره ما يطالبش بالالقاب فقط، يطالب بالاقناع بالابداع بالجماليه في اللعب، يعني برشا اشياء ثم ضغط كبير. خلينا نعطي بعض الاحصائيات اللي تدل على انه الترجي خلينا نشوف بعض الاحصائيات. نادر خلينا نرحبوا بحسين الراقد اللي يلتحق بنا تو. مرحبا حسين. مرحبا، السلام. السلام عليكم. بعد شوي باش نمشيو للاحصائيات الاستاتستيك مع نادر داود، لكن خليك كلمه حسين فيما يخص اللقب هذا والتتويج. اكيد هدف حسين الراقد اليوم وقعت به لقب البطوله. ديجا سامحوني بن واجبكم بالسوري، شو فريمون ديزولي باسكو جو ميكسبريم بوكو ميو ان فرونسي. Je pense que bah merci pour le fait qu'on soit champion et tout. Je pense que c'est un travail de tout un groupe. Je parle du groupe, c'est-à-dire les joueurs, mais tout ce qui se passe aussi en dehors. Vous parliez de Riyad Bennour, mais il y a beaucoup aussi des gens qui travaillent à l'extérieur de l'équipe. C'est ce qui fait aussi qu'on est un bon groupe. Aujourd'hui, il y avait 16 joueurs sur la feuille de match, mais on a vraiment une équipe composée de beaucoup d'éléments qui peuvent jouer dans le 11 premier. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force sur du long terme. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir le championnat assez rapidement et avec les résultats qu'on a eus. واضح حسين اكيد يشكر. سامحني حبيت نقول كلمه بحضور، انا كنت نقولها انا باش نقول زياده على شخصك على حسين الراقد، معناها حكينا بكري حبيت نترجم فقط اللي قالوا، يعني شكر الناس الكل في الترجي الرياضي التونسي، لكن حكينا على ثوابت ثلاثه سيئه بالنسبه للترجي. حسين الراقد يعتبر من بين ثوابت، يعني والناس ما تحكيش عليه برشا. حسين الراقد هو قاعد يعطي في اليوم وقت يتفرج في المقابله وقت يسجل الهدف فرحت، خاطر الكره في عطاته معناتها فما عداله، خاطر الترجي اليوم هزت البطوله، هدف سجله اللاعب كي اي تي لو بلو ريغولي في واللاعب هذا حسين الراقد سي تان مايون امبورطون في الترجي الرياضي التونسي، لاعب معناتها ريغولاتور في فريق الترجي الرياضي التونسي، اخلاق لاعب تواضع وريغولاريتي، معناتها انا نشوفه حتى ساعات تصرفاته فوق الميدان كيفاش يحظى باحترام زملائه، وفرحت اليوم كي سجل هو الهدف اللي اعطى البطوله للترجي الرياضي التونسي، لانه يستحق
et vous méritez vraiment le but parce que vous avez été très régulier. C'est très gentil. Et félicitations. Merci. خلينا نستقبلوا رمز البطولة من عند أحمد بنور ابن رياض بنوري يجيب لنا اللقب طويل التحق بينا. تفضل أحمد خليه في الدخلة في المباشر معك أحمد. سايس روحك. انا جبت نتحرك لو انا رياض باش ناخذ ما عنده البطل هاكو شو حط في الوسط قالوا حطه في الوسط حط في الوسط احمد داي حط في الوسط لهنا اللقب تاع صحيح يعطيك صح هاي تاخذ بحضر رياض ما يسالش مرحبا به باه خلينا نواصلوا الحديث على التتويج هذايا نرجع معك نادر بالطبيعه باش نضيفوا نثريوا كلامنا بعض الارقام والاحصائيات من عندك بعض الاحصائيات اللي تكون عندها دلاله على انه الفريق فعلا فريق بطل يعني احسن خط هجوم احسن خط دفاع ماهوش جديد على الترجي لكن لما تشوف 13 هدف فقط تسجلوا للترجي هذا يدل على انه خلينا نقولوا حاجه انه الترجي دفاع الترجي ماهوش بن شريفيه ولا اربع مدافعين صحيح بن شريفيه ثم مقابلات هو اللي خلى الترجي ينتصر وكان حاسم من مقابله نادي الصفاقسي وغيرها من المقابلات لكن الدفاع كتله كامله فريق وحيد لما يبدا عندك انت راقد المولي على مستوى الارتكاز قليل الكره المخطه اللي تتعدى لدفاع الترجي في بعض الاحيان تكون عندك لينيا الاولانيه تكون من ثلاثه لاعبين اللي قدام كذلك راقد المولي يقوموا بدورهم الكره كيف ما توصلش يعني الدفاع او الهجوم هو منظومه كامله تنشيط كامل هو فريق كامل هذه هي نقطه اولى 18 لاعب بالتمام والكمال تداولوا على التسجيل في فريق الترجي منهم مدافعين الذوادي سجل بالمنصور النفزي شمام هذم الكل نمشوا لاعبين الارتكاز المولي سجل راقد اليوم سجل وتوج مسيره ممتازه نتاع موسم كامل الدراجي المساكني الدراجي 8 اهداف ايهاب حاسم ديما لما يدخل غد سلاوي كذلك المحيرسي هذا من كل سجلوا اهداف الفريق من شنو متكون يمكن على مستوى الرصيد البشري يقول الترجي اليوم حسب رايي انا كفني ينقص معوض لشمام على الرواق الايسر لانه ما ثماش يمكن عوده العابدي للترجي تعطي بعض الحلول كذلك لاعب في محور الدفاع رغم احترامي الكبير للذوادي البوبا العربي جابر وابن منصور باقي رايي كفني يلزمني كان انا نقول الترجي في حاجه الى لاعب محوري من الطراز الرفيع للتشامبيونز ليج باش يلعب في مستوى اعلى من هكا على مستوى التوزيع وانت تعرف رياض بنور واتصالاته وين مشى وين جاء تعرفش فما اتصالات مع لاعب محوري ولا اكيد انه لك. عنده اتصالات ويمكن ثم حتى ملاعبيه امضات عقود لكن من نقاط قوه الترجي انه ما تسمعش اللاعب اللي يمشي يجي للترجي شكون المفاوضات تكون في كنف السريه وحتى الاعلاميين عاده ما ننتقدوا الترجي او نلوموه من نقاط قوتهم هما من نقاط قوه الاعلاميين كازم صحيح انه ما يصرحش ما يعطيش تصريحات فيما يخص ملاعبيه خلينا نزيدك انه الترجي يسجل بكل الانواع 12 هدف من كرات ثابته وتحسن هذه النسبه منذ قدوم كرول باش نعطيه كذلك لدود كرول حقه من منذ مجيء نتاعو اصبح الترجي من نقاط قوته الكرات الثابته اللي هي كانت في السابق احد نقاط قوه الترجي ثم نقطه اللي هي ضربه الجزاء هنا نتوجه لبعض الجماهير اللي دائما تنتقد الترجي وتقول الترجي عنده يعاونوه بعض الحكام ما نتصورش ان الترجي قبل الثوره بعد الثوره قبل الاستقلال بعد الاستقلال يهز في الالقاب والحكام الكل على مدى العصور تعاون في الترجي مستحيل السنه هذه ثلاثه ضربات جزاء فقط تحصل عليها من الترجي والفريق بطل 9 اهداف بالتسديد بالراس 6 اهداف من خارج منطقه الجزاء وهنا الترجي في حاجه انه يدعم النسبه هذه لانه فريق بطل يلعب في الشامبيونز ليج 6 اهداف فقط من خارج 18 ينقص عمل شويه على مستوى التسديد 19 هدف تسجلوا في الشوط الاول 28 في الشوط الثاني منهم 11 او يمكن 11 هدف في ربع ساعه الاخير وهذا يدل كما قال زياد على الاستعداد البدني الممتاز خليل الشباب قام بعمل كبير وكذلك المعد البدني الحالي صبري عزيزي ما نعرفوش لكن لما تفرج في المقابله تحس انه الانتعاش البدنيه والحيويه والخفه موجوده عند الترجي باستثناء بعض المقابلات اللي عادي جدا انه تكون في تسلسل المقابلات تحس انه الفريق الكل ينزل نوعا ما وهذا طبيعي يعني الفريق لما يسجل لك 11 هدف في اخر المقابله حظوظ ذهني حظوظ بدني تركيز عالي نجم نقولوا كل هذه المقاييس نسيت فيهم واحد اثنين فقط كرول اللي صحيح كما قال زياد
أنا نحكم على البصمة نتاعو في الشامبيونز ليغ، لكن كذلك منذ قدومه اعطى الإضافة للترجي على مستوى بعض الاختيارات العكيشي أصبح هذه واقع اليسار. وما ننساوش جمهور الأحمر والأصفر اللي موجود في كل مكان ولسان الفريق في السراء والذراء. باهي واضح، حكيت على الستاتستيك والأرقام، مازلنا باش نحكيو على هيئة المديرة معاك سيريات بعد شوية، مازلنا باش نحكيو مازال متواصل الحديث عن الاستقرار الإداري كيما حكى نادر، مازلنا باش نحكيو عن كيفية تعامل الإطار الفني مع المباريات المتبقية والإعداد لرابطة الأبطال. لكن خلينا نحكيو شوية مع حسين الراقد باش نستقبلوا خاطر بعده شوية خالد المولهي. حسين، حكينا على الاستقرار على مستوى الرصيد البشري بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، ويعني شنو اللي تبدل في الترجي في الموسم هذا حتى يوصل الفريق قبل زوج جولات يضمن بطولة الموسم هذا يتوج باللقب بتاع. Non, ce qui a changé, rien qui a changé, c'est juste que comme le préciser, c'est que la défense, défensivement, je vais parler défensivement, c'est que c'est vraiment un travail de groupe. On voit comment Ahmed Arkeshi défend, on voit comment Yannick défend, Daraji comment il défend, Afoul, on savait comment il défendait. C'est vraiment, je pense que défensivement, on est mieux parce que devant, les joueurs font les efforts. Et après, voilà, on a la chance d'avoir un groupe. Comme j'ai dit, on a, je pense, 22 joueurs vraiment de bonne qualité. Ce qui fait que les joueurs, on est obligé de toujours bien travailler pour essayer de rester au maximum au niveau. Et puis voilà, et surtout le groupe, il est de l'intérieur, il est vraiment propre, très propre. Tous les jours, moi, je suis dans les vestiaires. Comme il a dit, il n'y a jamais de problème. On n'a pas de problème entre nous. Et au contraire, quand il y a un joueur qui joue, l'autre, il ne joue pas. Mais on sait que la semaine prochaine, ça peut être lui. Et c'est ce qui fait la bonne ambiance dans le groupe. Et puis voilà, ce qui a changé, c'est juste que défensivement, peut-être, on est un peu plus, on travaille plus en groupe, on va dire. واضح بالنسبة لك أنت حسين، حكي على الدفاعين والانسجام بين المجموعة خاصة على المستوى الدفاعي، أحكي على الموسم هذا والنجاحات بالنسبة للفريق، وأكيد قال النجاحات ما زالت متواصلة. حسين، يعني باش نسألك بالنسبة لك أنت، إلى ما انضميت للترجي الرياضي التونسي، كنت تتصور يعني باش يكون الباركور نتاعك هكايا ناجح مع الترجي الرياضي التونسي، يعني للدرجة هذه تكون أنت من الثوابت الأساسية بالنسبة للترجي وحتى للمنتخب الوطني؟ Non, moi quand je suis venu ici, Riyad Ben Nour, c'est le premier à m'avoir appelé à l'époque avec Nabil. Je pense que voilà, on savait que ça allait être un changement parce que jouer en Tunisie, je connaissais l'équipe nationale, mais être dans le championnat avec les conditions et tout, ça a été différent pour moi. C'est pour ça que l'adaptation, elle a été un peu difficile. Mais franchement, j'ai eu la chance d'être bien entouré en dehors du terrain. Le club m'a fait confiance. J'ai eu des amis, je peux dire ça, des amis sur le terrain qui m'ont aidé quand c'était un peu difficile pour moi. Et à partir du moment où tu sens que tout le monde te fait confiance, tu peux avoir que des résultats. Enfin, tu peux être vraiment bien sur le terrain quand tu sens autour de toi, c'est sain et les gens ils sont là pour t'aider. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je les remercie pour ça. Je remercie tout le monde. Et c'est qu'un début. Je suis encore là. Je suis encore là, non ? مستقبلك يا حسين مع الترجي، مستقبلك يا حسين مع الترجي. ها؟ نعم؟ مستقبل حسين الراقد مع الترجي التونسي. يا خويا مستقبل. الفيتور بتاعك. الفيتور، جو سوي انكور لا بور دو زاني، ان شاء الله. ان شاء الله، باش نخليك الكلمة الأخيرة باش نستقبل بعد شوي خالد الموال، هي ديديكاس بالنسبة لك أنت للتتويج هذا، لشكون تحب تهديه فينالمون؟ فينالمون Je voudrais l'offrir déjà. Bon, c'est un peu banal de dire au public, mais je pense qu'il faut l'offrir au public parce qu'ils sont toujours là, malgré ce qui se passe et tout. Ils sont là. C'est eux qui sont là quand on perd et ils sont là quand on gagne aussi. Donc, je pense que ça, il faut l'offrir au peuple, enfin, à la famille espérantiste et aussi à tous ceux qui travaillent dans l'ombre de l'espérance. Parce qu'on parle beaucoup des joueurs qui sont sur le terrain, mais il y a des gens comme Fakhri, comme Mourad. Il y en a beaucoup, comme ça je peux en citer beaucoup, qui sont là tous les jours avec nous et qui sont là depuis des années et qu'on ne voit pas très souvent, mais c'est aussi leur championnat à eux. Et je voudrais remercier tous ces gens-là qui sont là tous les jours avec nous à l'entraînement pour nous mettre dans les situations qu'on connaît aujourd'hui. واضح حسين، يعطيك الصحة، مشكور جدا تقريبا حسين من ساحة حاد، شكر الناس الكل. بالنسبة أهم شيء حسين الراقد قال مازال مواصل مع الترجي الرياضي التونسي، مشكور جدا حسين، يعطيك الصحة. كما قلت بعد شوي باش نستقبلوا خالد المولهي، نشوف تو أجواء ما بعد المباراة، أجواء التتويج والفرحة كالعادة مع زميل سفيان الوجه.
من احباء نادي الصفاق سنتي سي محمد جيتو ثاني وترج ما فيهاش احباء. هذه الكره احنا نلعبوا الكره، احنا نمثلوا لكل الانديه في المكتب الجامعي، دونك ما ثماش احباء انت في كل شيء توكا، دونك احنا نباركوا للترجي. مبروك للترجي قبل كل شيء، حسابيا اليوم الترجي بطل تونس الموسم هذا، جينا نباركوا لها ونعطيوها التروفي وان شاء الله ديما كره القدم بخير. اليوم الرابطة والجامعة والناس كل جات باش هاني الترجي بالتتويج بالبطولة؟ لا مش هاني، واحنا نسقنا على اساس في نهاية النتائج تشوف حتى فرجة ما تفرجناش، انا نحكي على روحي شخصيا، كنا ننسقوا في الجامعة على اساس انه اذا كان ثم نتائج افرزت اليوم بطل نجيو بطلب من الترجي، معناها واصرت على انه تاخذ حقها وهذا من حق من حقوق. أول تيتر لي أنا الحمد لله ربي عاملني والعملنا عام بيه، يا ملا غالب ما توجناش الحمد لله، ذي أول تتويج لي أنا إن شاء الله ديما هكا وإن شاء الله الترجي زين إن شاء الله. أول لقب بتاعي يتسمى فرحان برشا وخدمنا ياسر وبعد تعب كبير جبنا اللقب هذايا، نحن يعني نشكر جمهور الترجي والمسؤولين اللي عاونونا برشا ونهدي الانتصار هذايا يعني لأمي وبابا اللي تعبوا معايا. أول لقب ليك مع الترجي ذولي هذايا يحل الشاهية للقاب أخرى؟ الحمد لله ذولي واحد جي أول عام يتوج ببطولة وإن شاء الله مزيرو تترويج جي إن شاء الله. Le plus important aujourd'hui c'est qu'on ait gagné le titre. C'était un beau championnat vraiment au niveau comptable. L'équipe a marqué beaucoup de points, a marqué beaucoup de buts. Donc ça c'est une bonne chose. Tout le monde y a contribué donc. C'est bien, c'est une bonne récompense pour tout le club, pour tous les efforts que font les gens et surtout bien sûr pour le président. اذا مره اخرى الف مبروك للترجي الرياضي التونسي بهذا التتويج. كما قلنا نرحبوا تو بخالد المولي. مرحبا خالد. وبيك عايشك. حبيت ايضا نشكر الزملاء، كما تعرفوا اليوم المباريات الكل دارت الاربعة توفى الست، يعني مجهود كبير قدموه الزملاء يعني في التركيب، وطبعا مع التركيب ما زالت التوا يعني في مؤسسة التلفزه الوطنيه في انتظار يلتحقوا بنا بقيه التقارير. بخالد نعطيك الكلمه فيما يخص التتويج هذايا، بطبيعه الحال كلمه على التتويج. قبل كل شيء نحب نهني جمهور الترجي والعائله الموسعه تاع الترجي الرياضي التونسي باللقب هذا. تعرف الترجي قدروا باش القدر نتاعو باش يلعب باش يفوز بالالقاب مش يلعب على الالقاب، حاجه مهمه ياسر. الموسم الفرد ما توجناش، كنا اكثر اصرار الموسم هذا باش نفوزوا باللقب البطوله وان شاء الله تليها القاب اخرين. كما قلت لك كل نجاح ما وراه برشا خدمه برشا تعب. نحب زاد نهني اللاعبين سورتو اللي فريمون قاموا برشا تضحيات. تعرف في وقت من الاوقات كنا بريسك ما نمشيوش لديارنا من مقابله نتعداو للاستاجات، هذوما تضحيات كبار ياسر. نشكر الاداره نتاع الترجي اللي وفرت زاد الامكانيات الكل نتاع النجاح، والمدربين زاد اللي اشرفوا على الفريق من اول موسم او من اول موسم لليوم. دونك ان شاء الله كيما قلت لك في الزاشيونس الجايين
نكونوا في المستوى نتاع تطلعات جمهور الترجي. خالد حكيها حسين الراقد كان حاضر معنا وحكيها على نجاح على المستوى الدفاعي خاصه بالنسبه لك انت اليوم يعني وحسين الراقد تناغم هذايا جاء بالوقت ولا انتم يعني هذا جاء نتيجه الخدمه خاصه بالنسبه لكم انتم انت وحسين؟ طبيعي هو الجانب الدفاعي مش الخدمه نتاع المدافعين ولا اللاعبين الارتكاز بركه فما خدمه قاعد تخدم من اول من المهاجم عنده المهاجمين سورتو كلهم عندهم رول ديفونسيف اكيد هما باش يسهلوا المهمه نتاع الليني اللي وراهم. الحمد لله المهاجمين ونشكر المهاجمين نتاعنا اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره اكيد من بعد الليني اللي وراهم قاعدين يتبعوا. ظهر لي لقب مع القاب اخرين احسن هجوم احسن دفاع ما نجم يوريه كان اللي الخدمه اللي خدمناها كانت اعطت الثمار نتاعها وهذا المهم. واضح. نرجع معك رياض نسالك فيما يخص خاصه الانتدابات برشا ناس قالوا منعرج بالنسبه للترجي التونسي بعد عوده الراجي اويانيك لكن الواقع عكس ذلك يعني بالنسبه للترجي التونسي اليوم كل لاعب دخل الا وعطى الاضافه خاصه على مستوى الهجوم كما كان يحكي خالد. والله الحمد لله معناها على مستوى الانتدابات الناس تعرف اللي الانتدابات ما نجمش تكون ناجحه بنسبه 100% معناها فما نسبه ولكن الوقت نتاع رجوع وخاصة في الفترة اللي ما حضروا الجاهزية معناها البدنية نتاع اللاعبين كيما الدراجي ويانيك رجعوا الإشعاع نتاعهم خاصة الدراجي رجعوا زوز الإشعاع نتاعهم والترجي الرياضي التونسي إذا كان تفوق على الفرق الأخرى فهو تفوق بالزاد البشري نتاعو زادة اللي عنده معناها عدة اختيارات وإن شاء الله نكون وفقنا على الأقل على مستوى معناها تحضير الفريق وهنا حبيت نأكد لأنه على مستوى ديما الترجي الرياضي التونسي يحب يحسن ديما من الأمور صارت معناها لجنة انتدابات اللي هي باش تقوم وقامت بالانتدابات معناها اللي هو يشرف عليها الفرنسي سيباستيان هي باش تولى زادة الانتدابات هذوما الفترة هذه كما انتدبت اللاعب ماكون ومينو بوبا في الفترة الشتوية وإن شاء الله الترجي الرياضي التونسي معناها يقعد كما العادة معناها في مستوى انتداباته الناجحة اللي إن شاء الله تخليه دائما متفوق على الصعيد المحلي أو على الصعيد القاري اللي تقعد ديما الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لتجديد العقود يعني فما ستة أو سبعة ملاعبية يعني نسميه شمام المولهي الراقد المساكني يفول بالمنصور نوارة هذوما كل تقريبا نهاية عقود يعني كيفاش تعمل والله شوف احنا ما تنجم تشوف اللي اللاعبين معناها في أريحية تامة الجو اللي لاقينه في الترجي الرياضي التونسي احنا حاشنا باللاعبين الكل وما يعرفوا الموضوع اللي تم واللي ما تمش راهو موضوع وقت ولا غير الترجي الرياضي التونسي فرحان بابنائه وابنائه ما نجموا يكونوا الا فرحانين به وفرحانين بالجو العام اللي عيشوا فيه في الترجي الرياضي التونسي لانه الترجي الرياضي التونسي جو يخليك تتعاطى رياضه كره القدم معناها بكل احترافيه او اكثر معنى معناها من الاحترافيه كل عام نحاولوا نحسنوا في الشيء هذا ما نتخيلوش معناها اولادنا ما يبدلوناش كما يقولوا اللي تم التوقيع نتاعهم تم والترجي باش يصرح عليهم واللي ان شاء الله يتموا في قادم الايام وهنا كما نقول لك سي دي زيفور معناها اني فور كولوسال دو لابار دو بريزيدون دو كلوب السيد حمدي المدب قائم مجهود كبير خاطر كي نتحدثوا على انتدابات نتحدثوا على اموال واموال طائله ديجا القيام بفريق واعداد فريق وباش يكون الفريق ديما مستحقات واموره الكل وتزيد تدعمه بانتدابات وانتدابات ومعناها ربي يعلم الترجي الرياضي التونسي قام بتضحيات وسيد حمدي مدب كبيره ياسر في الاطار هذا ان شاء الله اوموا على الاقل اون ريكومبونس تتويج كيما هذا كي تتعب اوموا اجتهد واصاب السنه الفارطه كيما اجتهدنا ولم نصب السنه والحمد لله اجتهدنا واصبنا واصبنا اصبنا معنى اخر وصبنا واصبنا الحمد لله ونسيت ما شكرتش قبيله برشا ناس في الترجي التونسي المسؤولين اللي يخدموا في عده معناها الخلايا النايمه نقولوا احنا وباش نخص معناها هنا بالذكر لانه العائد للترجي التونسي ووجهه به علينا السيد شادلي بن سليمان اللي نحييه بهذه المناسبه ان شاء الله نكون ما نسيتش ناس كل السيد عامر البحري ان شاء الله ما نسيت حد معنا ماك تعرف راهو في الشكر راهو صعيب ياسر لانه تنسى اسره موسعه كبيره يا برشا ان شاء الله ما يضغطش علينا والناس كل ساهم واضح سي اسكندر خلينا نحكيو طبعا بقيه الزوز مباريات مازالت في البطوله كيفاش تعمل مع المباريات هذه اكيد فما عناصر جديده تحبوا تستغلوها وتشاركوها يعني وتشوفوا مستواها الفني فانتظار بتبيع عوده البطوله الافريقيه انا نيس حبيت نحكي ساعه قبل مادام خالد مولي موجود هنا لانه ثم جزئيات اللي ممكن الناس ما ينتبهوهاش لكن مهمه جدا احنا بعد هزيمه الدربي
صار التغيير، بقيت انا في الستاف باش نلعب ضد نادي صفاقسي. تعرف انت بعد الدربي بعد هزيمه نادي صفاقسي بطل تونس بطل الكاف دونك مهمه جدا. دونك معناها قيمه الاستمراريه ومعناها حضور الناس اللي تعرف الفريق. دونك لعبنا مباراه وديه ضد غورنبيريا في زويتن وانهزمنا 1-0. مباراه معناها تحت المستوى، خلات عطتني فرصه لي انا مش مع سيباستيان باش نحكي نواه بالكذا بالكذا لانه مصلحه الفريق بالكل كل اعتباره. حكيت نواه وقتها رجع خالد للتشكيله الاساسيه ولعب هو الراقد كلاعبين ارتكاز، وخالد لعب مباراه كبيره برشا نهارتها وفزنا 2-1 بعد اللي كنا معناها متعدين 1-1 وبن منصور هو اللي سجل هدف الانتصار. دونك بالنسبه لي المباراه هذيك مفصليه. من بعد ثم حاجه اخرى اللي الحمد لله معناها رغم اللي الصعوبات اللي لقيناهم في التنقلات الادغال افريقيا ورجعنا، ثم ممكن حادثه اللي اعطتنا نفس اخر. كنا باش نلعبوا كره القيروان تقريبا الاربعاء والخميس وتهطت امطار كبيره برشا برشا في القيروان وربي رتحنا من المباراه هذيك. لو لعبناها المباراه هذيك كنا في الدربي باش نلقاو صعوبات كبيره برشا. ما لعبناش المباراه هذيك، روحنا لتونس دخلنا في طرابلس لعبنا مباراه الدربي وانتصرنا، وهذيك خلاتنا معناها مشينا معناها في 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 طريق مفتوح للبطوله. بالنسبه اللي حكيتي على الشامبيونز ليج كما تعرفوا الروزنامه كانت صعيبه يعني مش باش يكون برشا تعب خاصه على مستوى التنقلات يعني سي اسكندر. يعني نحكي لك على المباراتين اللي بقاو، المباراتين اللي بقاو بالتاكيد انهم باش يرتحوا بعض اللاعبين لانه اليوم شفتوا حسين معناها اصابه، دراجي خرج متاثر من واحد ثم تعب برشا. دونك اكيد باش يرتحوا معناها بدون ان الترجي ما يحترمش الميثاق الرياضي، بالعكس معناها باش يحترموا الميثاق الرياضي باش نلعبوا الكره للكوره. مباراة ولكن من حقه باش يشارك عناصر زاده باش يشوف المستوى الفني باش يعودها على لانه تعرف معناها بعد 10 ايام نلعبوا مباراه ضد السيف. دونك لازم ياخذوا قسطنا الراحه ومن بعد المباراه اللي بعدها ممكن نحاولوا نشوفوا كيفاش باش نلعبوا. ولو احنا ودينا انه البطوله توفى يوم الاحد، علاش يوم الثلاثاء؟ ما فهمتش علاش انا نلعبوا بالاربعاء ومن بعد عندك اربع ايام تلعب يوم الاحد وترتاح. احنا اوبليجيتو باش نلعبوا لو ماردي ضد مرسى باش نعملوا ان ميكرو سيكل صغير باش نلعبوا نهار السبت كونتر السيف. يجبنا معناها اون دوا جيري في البلان فيزيك اي مونتال. فوالا بالنسبه للشامبيونز ليغ تعرف اللي معناها منافسات عربيه عربيه كلاسيكو مع نادي صفاقسي. دونك رغم اللي ما ثماش تنقلات صعيبه لكن ثم منافسات كبيره وثم رهان كبير. ولو انه الترجي نجح بالنسبه في هذه الدوره هذه اون 2011 وقت اللي فزنا بكاس افريقيا لعبنا نفس الشكل. حكيت على التريبلي انت عامله بالنسبه اللي تراها انت امكانيه نجاح الترجي التونسي يعني في الفوز بهم في الموسم هذايا بالعوده بطبيعه الحال للمستوى الفني انت تعرف يعني بالنسبه لكم انتم معناها سا ديبون على كيفاش نبدا المباراه معناها نتاعنا ضد ستيف من بعد نفونشيري مع اري بنغازي في الخرطوم. دونك كان نعملوا معناها بدايه موفقه بقدره الترجي يكون في المربع الذهبي وقتها كل شيء جايز. واضح. خلينا نمشي معك نادر ديلا مباشره ناخذ لقطه تروادي بطبيعه نجم نحكيو شويه اليوم مع اتحاد المنستير اللي قدم مباراه طيبه بدور مباراه كبيره كان قدمها في ملعب رادس. نمشيو مباشره للقطه زياد. نمشيو للقطات اليوم من حسن الحظ اليوم يخصهم لاعبيه اليوم ضيوف عندنا خالد المولهي وحسين ذاقد. نشوف هنا حبيت ناخذ لقطات اللقطه هذه. نعش ما هاي اللقطه هي. شوف اللقطه انه الترجي يعني في بناء الهجمه شوف كيش ياخذ الوقت. هاي لقطة نادر كانت نجم تشوف اللقطة من زاوية فعلا شوف لهنا هنا أول لقطة شوف حسين ذاقد تمركز حسين ذاقد وكذلك تمركز خالد المولي. خالد المولي دائما في نزعة هجومية يبقى هو موجود حسين ذاقد يصنع الهجمة أو العكس بالعكس كيف تنشيط هجومي بين أفول وكذلك الدربالي اللي أفول دائما يدخل الوسط ويخلي المساحة الشاغرة للدربالي. مرة أخرى ترجع الكرة هنا لذاقد اللي أصبح تحسن برشا على مستوى صنع اللعب وشكون في الارتكاز وتغذية خالد المولي ثنائي أصبح يتكامل برشا هنا رغم التمركز الجيد لاتحاد المنسيري نتاع الخطوط نتاعو. شوف ثلاثة خطوط اتحاد المنسيري قريبة لبعضها البلوك كان كومباكت كان قريب خلى مشاكل كبيرة لقاها الترجي اليوم لكن بخبرة لاعبي الترجي بالمهارات الفنية يلقى الحلول يستغل ذاقد المساحة الشاغرة اللي أمام الدربالي. شوف تغيير المراكز اصبح افول ظاهر ايمن الدربالي لاعب رواق على اليمين وتمريره ممتازه جدا من لاعب راقد اللي كما قلنا تحسن على مستوى البناء الهجومي. تمريره للدربالي تمشي في المساحه الشاغره والدربالي من بعد شوفوا يانيك ودراجي اللي في بدايه الهجمه كانوا متاخرين نوعا ما مش نلقاهم في منطقه 18 وهذه من نقاط قوه الترجي انه دائما تلقى كثافه عدديه في منطقه 18. شوف وقت التوزيع موجود نيانك باش يطلب على الرواق على القائم الاول
الدراجي صنع العاب يجي بين محور دفاع فريق المنستير والعكيشي في القائم الثاني، وهذا يدل على ان الفريق من ناحيه الكثافه العدديه في الهجوم هنا ثم تاخير طفيف في انه الدراجي يخلط. هذه الاشكال الكبيره اللي وقع اليوم. نمشيو للقطه الثانيه. اللقطه الثانيه عن اتحاد المنستيري كيفاش في بناء الهجمه، مش نلاحظوا انه الكره تكون عند المنستير يخسر الكره. شوفوا الراقد اللي تبعناه بالسبوت وين مره اخرى، شوفوا الراقد والمولي توازن كبير، تناغم كبير، تفاهم كبير من اللاعبين هذوما الاثنين. شوف الراقد دائما ولا في نزعه هجوميه الجديد على الراقد. علاش؟ لانه قال مولي اللي ممتاز جدا على مستوى التغطيه، افول ياخذ الكره، الدربالي ثوابت موجوده في اللعب، يصعد على الرواق اليمين، افول يدخل الى وسط. شوف الدراجي هنا ما خلاش وقت كبير، ترويض هز راسه، ثلاثه لاعبين ضد اثنين. مره اخرى الترجي في تفوق عددي من الناحيه الهجوميه، نلقاو العكيشي، نلقاو نيانغ، وشكون نلقاو؟ نلقاو الراقد موجود في نهايه الهجمه اللي هو لاعب ارتكاز اصبح يقدم. وشوف الراقد طلب الكره اللي عامله، لو الراقد ما طلبش الكره لما الكره ماشيه للعكيشي، العكيشي كان يسدد مباشره في اتجاه المرمى، لكن طلب الكره من الراقد يخلي العكيشي كذلك الامتياز للعكيشي انه اعطى لقطه ممتازه كيف هذه وتمريره للراقد. بصراحه اليوم المقابله ظهرت انه اصبح ثم تكامل كبير، رغم انه المولي والراقد على مستوى الخصال يتشافوا برشا، والمولي كان ينجم لما جاء الراقد يشك في امكانياته، يشك في مكانه، لكن لاعب في خصال المولي على كل المستويات اصبح يتكامل مع الراقد، واصبح الاثنين اصبحوا تحسنوا على مستوى بناء الهجمه. وحتى لما جاء ماكون اللي هو جاء باش يعطيك هذاك لو بيفو ريليور، باقي كرول جربوا في عده مقابلات، لكن يلقى اكثر توازن الفريق لما يكون المولي وذاكر على مستوى الارتكاز. واضح. خلني كلمه الختام بالنسبه لضيوفنا عن هذا التتويج، لكن بالنسبه للهدف حسين الراقد، هدف هو الاول له هو يحمل رقم 400 في بطوله الموسم الحالي، ليرتفع عدد هدافي الترجي الرياضي في الموسم الحالي الى 18 لاعب. نبدا معك خالد فيما يخص كلمه الختام عن هذا التتويج ومستقبل الرياضي التونسي خاصه رابطه الابطال الافريقي. والله اش نقول لك، هو احنا مالوريزمون ما نفرحوش برشا بالالقاب نتاعنا، خاطر من بعد 10 ايام عندنا مقابله مهمه في كاس رابطه الابطال، يقعد هو هذاك علاش اون بليس مستانسين. يعني بالنسبه لي انا في اربع مواسم ثلاثه بطولات حاجه مهمه ياسر للكارير نتاع كل لاعب، نخليو الجمهور نتاعنا يفرح كيما يحب. احنا غدوه باش نرجعوا للتمارين، عندنا تركيز نتاع زوج مقابلات في البطوله اللي هما باش نحضروا بهم المقابله الاولانيه نتاع كاس رابطه الابطال الافريقيه. ان شاء الله يقعد هو الهدف الاول نتاع الفريق، ان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدروا باش نعمل ان شاء الله ثلاثيه كيما 2011. واضح. رياض خليك الكلمه بطبيعه الحال، وخاصه نحكي شويه ارود كرول للسنه شويه، هو اللقب الثاني على التوالي بالنسبه لي في البطوله التونسيه. والله انا هنا فريمون معناها اللي جات ابيك تخمام اللي انا بيدي كنت خم فيه ونحكيو فيه مع عده ناس قراب في الترجي التونسي، كلام اللي كان يقول فيه زياد قبيله صحيح. انا يظهر لي بعد توني، يظهر لي ما نعرفش كان زاد يشطرني زياد، من احسن فنيين اللي بعد توني اللي دخلوا الترجي الرياضي التونسي نلقاو زاد رود كرول كاسم وكقيمه فنيه وككل شيء، وهذه المفارقه كمدرسه صحيح اخر المدرسه البولونيه، هذه مدرسه لاجاكس اللي ما نجموش حتى واحد ما نجم يشكك في لاجاكس. لاجاكس مدرسه نتاع كره قدم صحيح، هذاك التفكير معناها نقولوا احنا اون غروس بوانتور اللي جات الترجي التونسي كرود كرول كقيمه، قام بعمل كبير، وحتى في طريقه تعامله مع الملاعبيه ومع الفريق، ابار الفني اللي يعرف شو يعمل، تحس زاد فما الصنعه نتاع لاعب كره القدم. يفهم الاحساس والشعور ويراعي. زيد مع اسكندر اللي حطوا معناها مخاطر، يلزم شكون باش يحطك في الاطار باش تلقى فيسع روحك في المجموعه الدور هذا. ولكن هنا باش نقول انا المفصل في تتويج الترجي الرياضي التونسي اليوم، هو اليوم الصعيب اللي عشناه نهار اللي انهزمنا نصف النهائي، باش تقوم الصباح وتمشي للتمرين بعد الهزيمه هذيك اللي الناس كل تخيلناها في المتناول، معناها عملنا 0-0 لبرا وجينا لتونس على ارضيه ميدان صاحبنا، باش تقوم الصباح وباش تلقى ناس تمشي وباش تلقى الديسكور نتاع يلزم نرجعوا نخدموا ونفسخوا ماهوش بالسهل. هنا نشكر الناس والجماهير الترجي الرياضي التونسي اللي ساندتنا
والناس اللي سندتنا هذوكم اللي عاونونا باش خلاونا اللقب اليوم موجود، على خاطر لمينا الشمل فيسع، الجراح نتاعنا ضمدناهم فيسع فيسع، وكما يقولوا معناها الصاحب ولا المحب هو وقت الشده وقت الفرحه، انتم تعرفوا الناس الكل تتلم وقت الفرحه، ولكن وقت الازمات نشكر عده ناس خاصه منهم اللي كانوا موجودين وقتها في الازمه هذيك، الازمه العابره، خاصه جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي على الاقل انا نقول يلزم يعرفوا اللي احنا رانا ما بخلنا على الترجي الرياضي التونسي بحتى قطرة عرق، ورانا ليلا مساء ويوم الاحد ويوم الاحد في خدمه الترجي الرياضي التونسي. في اسكندر والله باش يكمل كلام رياض على مسيو كرول، معناها انا سي ان بليزير، معناها متعه كبيره باش نكون مع ايكون تاع كره القدم العالميه. كما قال رياض معناها تو سون لو جوور لعب كره يل انتيسيب لو سوسي دو بتي ديتاي، معناها الديتاي صغير، لو ديسكور نتاعو، وخالد يعرف لو ديسكور نتاعو كيفاش، معناها اليوم يقول لهم جي با بيزوان دو تكتيك، اليوم شغل لكم مستير تلعب كيفاش، لا لا انتوما اليوم تحبوا تربحوا الشامبيون ولا سي افو باش دونك سي تري امبورتون لو ديسكور هذا نتاعو. لوم الانسان معناها مش عادي، لانه متواضع، لانه يسمع كاباسيتي ديكوت، يشارك الناس الكل. احنا في عائله، وقت نقول لك عائله، وقت نقعدوا في الـ في الـ في النزل ولا في ديبلاسمون ونقعدوا سي اون فامي، معناها ونحب نشكر طول الستاف اللي قاعدين رياض معانا، منذر الشواشي، دكتور ياسين بن احمد، معناها اللي يقوم بعمل كبير كبير برشا، وتحس به معناها اللي قريب للستاف تكنيك، لانه سي تري امبورتون باش نهار من غدوه من الماتش تلقى ملاعبي هو يرجع فيه الاخر دونك سي معناها مهم جدا، هو والستاف نتاعو نساش معناها الاسعد، منساش الحاج، منساش سيف، الكل. حاجه اخرى، الترجي منظومه كبيره، نحب نشكر انا انسان اللي يخدم معنا برشا برشا في الاناليز فيديو، دونك سي حلمي كشو، دونك يعاوننا برشا توت اون ستركتور، وفوق هذا كله رئيس الجمعيه اللي باقي معناها واقف وباقي معناها عاتي من وقته ومن جهده، وان شاء الله معناها نكملوا معناها في نفس السياق. ان شاء الله موافقين في بقيه المشوار في اسكندر، يعطيكم الصحه على هذا التتويج، الف مبروك مره اخرى، واحمد زاد عن حضوره معنا اليوم، احمد بنور شكرا لك.